أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجطيبي التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة 5 أشخاص متورطين في جناية تهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر، جناية تكوين جمعية أشرار، جنحة النصب والاحتيال، جنحة السرقة بالاعتداء باستعمال سلاح أبيض، أين يقوم أطراف هذه الشبكة باستدراج ضحاياهم وإيهامهم بإيصالهم إلى شواطئ أوروبا عبر قوارب الهجرة مقابل مبالغ مالية. يتم استقبال الضحية عند مدخل الميناء ليتم نقله إلى أحد شواطئ الولاية من أجل استلام المبلغ المتفق عليه، ليتفاجأ بالاعتداء عليه باستعمال أسلحة بيضاء وسلب جميع ممتلكاته والانطلاق في وجهة مجهولة. التدخل السريع لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجطيبي رفقة أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بواد العنب والاستغلال الأمثل والفعال لعنصر الاستعلام مكن من تحديد هوية أفراد هذه الشبكة والوصول إلى أماكن تواجدهم وتوقيفهم في ظرف وجيز. أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية قدره 539 ألف دينار جزائري و400 أورو بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بالرحال.